درف ريسينج. انطلاقة موفقة للخيل المهجنة الأصيلة على مسافة 1700 متر. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن من الجهة الخارجية مع الجواد حزم العريق على الصدارة وعلى المركز الأول. انطلاقة سريعة جدا ونشوف الانتقال للمركز الأول للجواد أجال على المركز الأول. يتبعه على المركز الثاني الخور سبرايز لأسادة مربط الغزالي، بينما المركز الثالث لإدخان المهندس صافي راشد الأرضي المري، وحزم العريق في المركز الرابع من الجهة الخارجية لراعي الحصان ريسينج، بينما المركز الخامس لملحوق من الجهة الخارجية. والاندفاع يأتينا الآن لسربنت بوثيلا لأسادة التميمي ريسينج. عودة للمركز السادس الآن، وشاهد شعار السيد محمد بن عبد الهادي الهاجري مع عشيقة تتواجد بقيادة الخيال أرنو ديلوبين، والاندفاع من الجهة الخارجية لمتمرد بالشعار البرتقالي والأبيض والأسود لمربط إنجاز. خلفهم تماما أي جي أس صفوان الذي كانت لديه انطلاقة متأخرة، يبدأ الآن بوضع نفسه بوضع جيد. خلفهم تماما لدينا قوافي وأيضا البقية الباقية. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، أجال لا يزال على المركز الأول وعلى الصدارة لعلي بن سعيد النعيمي في الصدارة وفي المركز الأول، ويبدأ بالاندفاع. المحاولة على المركز الثاني الآن لسرمد بوثيلة، وأيضا ملحوق من الجهة الخارجية، والمحاولة لمتمرد لأسادة مربط إنجاز. الخور سبرايز يبحث عن فجوة. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول الآن مع متمرد لأسادة مربط إنجاز. المحاولة لملحوق وأيضا الخور سبرايز من الجهة الداخلية، والقادمة قوافي بكل قوة لأسادة مربط الغزالي. قوافي إلى المركز الأول، إدخان في محاولة، إدخان الآن وقوافي على المركز الأول. إدخان يغير، إدخان إلى المركز الأول وإلى الصدارة. قوافي في المركز الثاني، متمرد في المركز الثالث. رابع المراكز لدينا رقم 11 الجواد نادي راها، ونشوف معاكم المركز الخامس. ولكن الصدارة والمركز الأول الجواد إدخان للمهندس ضافي راشد الأرضي المري مع كارلوس هنريك وبتدريب السيد محمد حسين.